ان عايزين شاء بقى الله ان نعرف شاء الله. ابرز استعداد استقبال الجماهير، يعني هل في حاجه معينه نتيجه احداث كورونا اللي حاصله دلوقتي؟ هل في حاجات خاصه في الدخول، في الخروج، في عدد الجماهير المتاحه؟ طبعا اليوم حسب الخطه الموضوعه نحن وضعنا بروتوكول على معايير عالميه بالتعاون مع الاتحاد الدولي، سواء كان لحضور الجماهير لأرض الملعب أو من خلال تواجدهم في الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث. فلا ننسى اليوم عندنا أيضا فعاليات مصاحبة للحدث هذا، وهو جولة كأس العالم للأندية، وكان طبعا بدأت هاي من فترة سابقة، سواء في مراكز عدة في دولة الإمارات وآخرها كان في أوسلو 2020، إضافة إلى التصوير مع التميمة اللي هي اليوم الضبي. ولا ننسى أيضا بالنسبة للحضور الجماهيري كل التعليمات موجودة على منصاتنا، سواء كان منصات الاتحاد الدولي أو منصات اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي. وبيكون هناك أيضا فعاليات مصاحبة قبل بدء المباراة بثلاث ساعات، وهناك بتكون هناك منطقة مجهزة للجماهير بفعاليات عدة، مطاعم، ألعاب ترفيهية للجماهير. طبعا الأبواب كلها ستفتح قبل ثلاث ساعات. الفحص مطلوب هو 48 ساعة، بي سي آر 48 ساعة. كل هذه التعليمات موجودة، مجرد أن أي مشجع يشتري تذكرة يجد كل التعليمات واضحة ومجهزة له، ناهيك أن أيضا التباعد الجسدي من خلال الملعب، لبس الكمامات خلال المباراة. واليوم أيضا نحن نرحب بالجماهير كلها في عاصمة الرياضة العالمية أبو ظبي، وكل اليوم المداخل لدولة الإمارات أو المنافذ الدخول لدولة الإمارات مجهزة لتسهيل عملية دخول الجماهير كلها. نحن كل اللي نطلبه من الجماهير اليوم يتواجدون قبل بفترة في الملعب، يستمتعون سواء كان في الفعاليات المصاحبة أو يستمتعون من خلال المباراة، ويستمتعون أيضا في مشاهدة هذا الحدث العالمي. نحن هدفنا اليوم أن يكون الكل بصحة وسلامة، ونتمنى أن الحدث هذا خاصة وأن نحن نستضيف للمرة الثالثة على أرض دولة الإمارات يكون له نجاح كبير بدعم جماهيرنا إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. يعني اخيرا يا استاذ محمد، احنا دايما بنبقى سعداء باي بطوله الحقيقه بتقام في دوله الامارات او خصوصا في كل الدول العربيه، ولكن خصوصا دوله الامارات بالنسبه لنا الوضع بيبقى مختلف، لان احنا بنحس ان احنا بجد قاعدين في بلدنا. يعني احنا انا وكابتن ايمن زعلانين جدا ان احنا ما عرفناش نسافر ونيجي نظرا طبعا لظروفنا وتواجدنا هنا، ولكن في النهايه متاكدين انه سوف يكون هناك تنظيم على اعلى مستوى، سوف يكون اهتمام بكل الامور الخاصه بهذه بالمباريات وبالتنظيم. احنا متاكدين انها هتبقى اعلى مستوى، وكالعاده بطوله جديده تقام في الامارات الشقيقه الحقيقه، ان شاء الله تكون بطوله رائعه كالعاده ان شاء الله. استاذ محمد ان شاء الله، كابتن اسلام، وان شاء الله ندعوك انت وكابتن ايمن ان شاء الله تتواجدون في الاحداث القادمه، ولو كنا نتمنى انكم تكونون ما بيننا موجودين، لكن إن شاء الله معوضين في مرة أخرى، وبإذن الله بنكون دائما متواصلين معاكم دايما. وإن شاء الله بدعمكم ودعم الجماهير بتكون البطولة ناجحة بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد على وجودك معنا الحقيقة، الأستاذ محمد بن هزام الظهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، ولأول مرة الحقيقة على شاشة مصرية بيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي في أول حلقات الأهلي في المونديال.